اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني المحلل الرياضي الشاب محمد فارس. منور الدنيا يا ابو حميد. طب نورك يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام، كله زي الفل. الشاكه دي مش تقول عشان ربنا يخليك يا كابتن، متعلم منك متعلم منك. قبل ما نتكلم عن الاهلي، قول لي بقى انت قصتك ايه؟ انا مشجع اهلاوي. تمام. في البدايه مهتم بالنادي الاهلي من سنين. تمام. بحكم مش بس النشأه، لان القصه طبعا اي حد فينا سواء بيشجع او اهلي او زمالك، طبعا التنشئه بتفرق في قصه التشجيع، بس بعد الوقت لما بتبدا تنضج بتلاقي فكره ان النادي الاهلي بيتسق مع كل المبادئ والموروثات وطريقه تفكيرك، اهدافك في الحياه. فكره ان انت لازم تكون رقم واحد وتنتمي لكيان كبير. جميل. الموضوع بيبدا يتحول من تشجيع لحاجه متسقه ومرتبطه بيك، تكامل. انت جميل. بتكمل النادي والنادي بيكملك كمشجع. دعمك مقابل فكره الفخر اللي هو بيديها لك من تشجيع النادي الاهلي. زي اللي انا حسيته ان انا طلعت على قناه النادي الاهلي النهارده، كنت بقول لحضرتك يمكن احنا دايما الاحساس مختلف جدا. يمكن احنا عندنا دايما تطلعات ان احنا نشوف المكان ده افضل حاجه. ان احنا بنعتبر النادي الاهلي عنده كنز، قلعه من قلاع النادي الاهلي في الدفاع عنه، حصن من حصونه. ففكره ان احنا نبقى عندنا قناه بعمل مؤسسي بالشكل ده، مختلف عن فكره برنامج باسم النادي الاهلي على قناه ثانيه. فدي رياده النادي الاهلي. كم قناه طلعت كابتن رياضيه في البدايه كانت مع قناه النادي الاهلي، والنهارده هي مش موجوده، بس قناه النادي الاهلي مكمله وهتفضل مكمله ان شاء الله. جميل جميل قوي يا محمد. يعني قول لي برضو، مع كل الكلام الحلو اللي انت قلته ده، بدات تدخل في مجال التحليل الرياضي، بدات تهتم بموضوع التحليل الرياضي، الفكره جات لك ازاي؟ بدات فيها ازاي؟ مين شجعك فيها قوي؟ السوشيال ميديا دلوقتي بحكم التطور بقى منبر موازي سواء للمواقع او الصفحات. طبعا مع تراجع الصحافه الورقيه، فكره ان المحتوى بقى قائم على الافراد من خلال انترنت، ففكره ان الشخص يقدر يوصل للناس بقت مختلفه. انت ما عندكش ادوات ان انت تفتح جريده تكتب تحليل. تمام. تنشر في جورنال. تمام. محتاج توزيع، محتاج امكانيات كبيره جدا. لا، السوشيال ميديا بقى عالم مش افتراضي، واللي بيقول كده هو ما حسش بقيمه السوشيال ميديا جدا. من خلاله قدرت توصل للناس، الناس تهتم باللي انت بتكتبه. واحده واحده كوننا مجموعه بتدعم النادي الاهلي في كل بقى المجالات، سواء تحليل او سواء قضايا عامه. وتفاعل الناس مع التحليل دايما هو اللي بيديك الدافع ان انت تدور اكتر، تشتغل اكتر، تقول حاجه مختلفه. التفاعل اكيد طبعا بتخليك تجتهد اكتر، بتحاول تقنع الناس اكتر واكتر. مسؤولية. كمان مسؤوليه يا كابتن. الناس بتيجي تحاسبك انت قلت ايه ليه هنا وازاي وده صح ولا غلط. وبعتاب المحب، فكره جمهور النادي الاهلي عارف انك بتقدم له محتوى انت مش منتظر منه غير ان النادي الاهلي يكون كويس. ففكره كمان ان رد فعل الجمهور على اللي انت بتكتبه مختلف عن الصحافه او الموقع، هو في نفس اللحظه. التفاعل، المشاركه، انت مش بتقدم لهم ماده بيقروها، انت بتقدم لهم حاجه بتلمسهم وبيقدروا يعبروا عنها. بالظبط. مردود الافعال بالنسبه لك انت كان حاجه متوقعها، ولا كان الموضوع بالنسبة لك كان مفاجأة شوية؟ لا، هو ما كانش مفاجأة. مش لأن أنا منتظر رد فعل معين، بقدر ما هو الهدف نفسه. أنت بتعمل حاجة بتحبها. أنا مجال شغلي مختلف خالص عن تحليل الكورة. تحليل الكورة دي بالنسبة لي الحاجة اللي أنا بحب أعملها خارج نطاق العمل بتاعي طبعا. اللي هو إيه؟ أنا شغال في شركة أوبريشن ولوجيستكس. أوكي. مجال مختلف، وخريج ألسن روسي، فمجال تالت. فالقصة كبيرة. لازم تعلمنا. القصة كبيرة يا كابتن. قصة دي. بس برافو عليك. يا كابتن، زي ما بقول لحضرتك، هي الفكره طالما مش انت بتقدم محتوى عشان منتظر مقابله فاليو معينه ماديه، فانت بتعمل حاجه وانت حاببها. انت بتشتغل الحاجه وانت حابب الناس تفرح بيها. دي احلى حاجه في الشغل طبعا. اجمل حاجه طبعًا. في الشغل طبعًا. بتعمل حاجه في النادي الاهلي. محدش بينتمي للنادي الاهلي وبيعمل حاجه منتظر قصادها. شفت بقى كلنا كده. شفت. تيجي نتكلم يلا في الكوره شويه. نتكلم كده. نتكلم. عايز انت مرتب ايه؟ احنا هنتكلم عن ماتش انبي والاهلي. اوكي. هنبدا بالستاتس بتاعه الماتش بشكل عام، وبعدين من خلاله ننتقل لحاجات ثانيه. تمام. اولا الكروت الصفراء في الماتش كانت 2 لانبي 2 الاهلي. بعد كده في كارت احمر لانبي نتيجه انذارين احمد رفعت. الكورنرات 3 للاهلي. مفيش ولا كورنر لانبي. الاوفسايد 3-3. استحواذ الكرة 51 للأهلي 49 لإنبي. تمام. وإجمالي التمريرات للأهلي 475 مقابل 459. الأهم من الرقم المدلول، دقة التمرين بتاع النادي الأهلي 79%،
مقابل 78% الام بي. تمام. نيجي بعد كده المحاولات على المرمى، المحاولات على المرمى كانت 16 للاهلي 5 الام بي، نتج عنها هدفين للاهلي وهدف الام بي. هنيجي نروح بعد كده لكريم نيدفيد. خلينا نتكلم فضل. قبل ما نروح لكريم يا جماعه، خلينا نتكلم على مدلول الاحصائيات اللي انت عاملها. تمام. يا محمد، وهل كان النادي الاهلي فعلا بالاحصائيات اللي انت عاملها دي كان محتاج ان هو او كان عنده القدره ان هو يسجل؟ انت بتتكلم في كام وكام محاولات على المرمى؟ بنتكلم محاولات على المرمى 16 للاهلي مقابل 5 الامبي، يعني عدد كبير قوي محاولات على المرمى. كان في اكيد محاولات كان النادي الاهلي قريب قوي ان هو يسجل وكان ممكن يندم في الاخر. مظبوط. في رايي ان لازارتي اشتغل بشكل مختلف قوي الماتش ده. قول لي. اللي اتفرج على لازارتي هو مدرب اشتغل بشكل واضح جدا على فكره الهاي بريسنج من الفاينل ثيرد بتاع الفريق الثاني. بيبدا ضاغط، ضغط مكثف ومنظم بجبهات من خلال الاطراف او عمق الملعب، وبيبدا يضغط الفرقه اللي بتتدرج بالكوره او بتعمل بيلد اب من تحت تتعب معانا شويه. لازارتي عمل حاجه ذكيه جدا، رغم ان دي مش افضل نتيجه في ماتش انبي، بس هي تدل ان هو بدا يفهم كويس قوي 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 النادي الاهلي. جميل. النادي الاهلي لازارتي ما عملش معاه بري سيزون، وهو مش اول مدرب ما يعملش بري سيزون. تلاحم المواسم ادى لمشكله كبيره جدا في النادي الاهلي، ان اللعيبه اغلب الورك ريت بتاعها بيبدا في اول ماتش عالي جدا وبعد كده بينخفض بسرعه مش هي الطبيعيه ان ده يحصل. بالظبط. فمشكله الشوط الثاني اللي كلنا بنتكلم فيها، هي مشكله الشوط الثاني هي مش مشكله لازارتي خالص، هي مشكله تلاحم المواسم وشكل الجدول. حلو جميل. لازارتي بدا يحلها. اللي اتفرج على لازارتي بشكل واضح في الماتش ده اول 10 دقائق بان جدا ان لازارتي ما بيعملش الهاي بريسنج بتاع كل ماتش. تمام. بيضغط من نص الملعب. ضغط مكثف ولكن في مناطق نص الملعب. تمام. مش ضغط متقدم. والتيمبو العالي اللي بدا بيه ماتش سيمبا مش ده اللي حصل برده في ماتش انبي. هو لازارتي حب يقسم الورك ريت بتاع اللعيبه على الماتش كامل. تمام. وفي اعتقادي ان تغيير المجهود البدني بتاع اللعيبه، وفي اعتقادي ان تغيير الثلاثي الدقيقه 69 دي كانت مقصوده ومنظم ليها من قبل الماتش ولها سيناريو كامل. بالزبط. وكذلك اجايه. بالظبط. فلازارتي بدا يفكر ان هو ايه مشكله النادي الاهلي، ليه احنا بنقع الشوط الثاني، وبدا يعرف ان العيوب هي حاجه مش قادره ان هي تتحل على المدى القريب، وده اكيد مش هيحصل. بس تقدر تتحل بان هو خلال الماتش ينظم جهده. كان صعب جدا نبدا بنفس الطريقه اللي بداناها قدام سيمبا الشوط الاول، اللي هو الضغط العالي في كل جدا مكان. جدا جدا جدا. بس في لعيبه كانت واخده مهمه ان هي تعمل كده، زي كريم نيدفيد. عشان هنا وفي نفس الوقت خلينا نتكلم، يعني بتتكلم في حاجات مهمه جدا. اول مره اتكلم يعني مع احترامك طبعا للضيوف، بتتكلم في العمق، في عمق وعمق الفن يعني. تمام. خلينا نتكلم في حته كمان، ان انت ما عندكش البديل الكفء قوي اللي انت بتعمل معاه للروتيشن بتاع طبعا اللي هو الاحمال تحديدا. طبعا. طبعا مش البديل الكفء، اسف، البديل الجاهز. لا، البديل اللي على نفس المستوى فنيا في الفتره دي ممكن بعد كده يجهز ويكون افضل، بس في اللحظه دي ما فيش كده. بالظبط. في الفتره دي ده اللي عمله لازارتي بانه لعب 4-3-3 لما كانت العناصر متاحه لده في ماتش سيمبا. تمام. وفي رايي برضو ان ماتش سيمبا من اهم ماتشات لازارتي لسبب، مش فكره الفوز بخمسه، هو الرقم لو ما انعكسش المدلول انت ممكن تكسب اي فرقه ضعيفه خمسه. سيمبا مش اقوى فريق، بس اللي حصل مع سيمبا ليه انعكاسات. ازاي لازارتي غير طريقه اللعب ل 4-3-3 من غير ما احنا نحس بصعوبه ده، وعملها باتقان كان النادي الاهلي بيلعب موسمين او ثلاثه 4-3-3، وعملها مضطر. هو مضطر، بس اعتقد ان هي دي بلان بي بتاعته، ودي مهمه جدا. لو انت مختلف معايا عادي. لا يعني لو انا مش مختلف مع حضرتك، بقول مضطر عشان كان ما فيش بقى روس حربه والدنيا دي كلها، فالعب 4-4-3 اللي هو المتاح بالنسبه لي، وممكن تبقى الطريقه فعاله زي ما انت بتقول. انا مع حضرتك، بس انا شفتها برضو مرونه. اوكي. يعني لازارتي مش المدرب اللي هيفضل محافظ على طريقه معينه. احنا عندنا مشكله 4-2-3-1 انا اسف. تمام. الطريقه اتحولت لمشكله، بمعنى النادي الاهلي مش قادر يخرج عن اطارها، ودي مشكله. احنا بقالنا كذا سيزون بنلعب الطريقه ثابته من بعد ما خرجنا من جوزيه 3-4-3، وما كناش بنطبقها كويس كمان خالص. 4-2-3-1 خالص. في عيوب وفي اوقات الاهلي اجاد فيها، بس لازارتي جا كسر التابو بتاع فكره 4-2-3-1، ودي حاجة مهمة جدا. انجلترا لما جت تحلل أسباب فشلها في الفوز بكأس العالم لعدة دورات متتالية، اتكلموا في فكرة لعنة كأس العالم 1966، فكرة إن السير رامسي
على قد ما هو أضاف لإنجلترا بفكرة إن إحنا بنلعب الكرة الدايركت فوتبول، الكرة المنظمة اللي منظمة في فكرة المناطق اللي أنا حبدأ ألعب منها اللونج بول، مش منظمة في التدرج بالكرة. تمام. إنجلترا ما عرفتش تتخلص من العقدة دي. التنظيم بتاعها إن أنا ببدأ بأقل عدد من التمريرات بوصل لآخر الفاينل سيرد على طول. تمام. ده كان عيب إنجلترا ما قدرتش تتخلص منه. الأهلي لازم يتخلص من فكرة 4-2-3-1 اللي أنا مش عارف بالفعل. جدا جدا. وبعدين كابتن عايز أقول لحضرتك حاجة، إذا كانت كرة القدم ظهرت في إنجلترا فهي روحها أمريكا الجنوبية. فكرة مدرب من أمريكا الجنوبية لها مدلول. طبعا كل مدرب ليه فلسفته أكيد. بس واقعية لازارتي مختلفة عن واقعية كوبر. إحنا لما بنيجي مثلا نظهر في ماتش بشكل دفاعي الناس تبدأ تقول أزعل منك بقى دلوقتي. بتحب كوبر على فكره؟ إيه؟ بتحب كوبر؟ اوعى تقول كده. لا انا بحترم كوبر كفكر بس بس لازارتي ما بيلعبش. انا كان نفسي اقول له فكره بس خلينا في لازارتي. لازارتي ما بيلعبش بفكر كوبر. هي مدرسه زي جوزي مورينو. مدرب كبير، ما حدش يقدر يقول ان جوزي مورينو مدرب مش كبير. بس في النهايه هو عنده فكر مختلف، ممكن انت ما تلاقوهوش ممتع وده حقيقي. لازارتي عمل حاجه مختلفه. لما في امريكا الجنوبيه بيناقشوا دايما فكره فوتبول ده ارتي فوتبول ريزولتادوس، فكره كوره فن ولا الكوره نتائج. هم فكروا ان الاثنين بيكملوا بعض. الكوره فن مش متعارضه ان هي تبقى نتائج. بس مش شرط الفن يؤدي لحتميه النتائج. فبدانا نخرج من ده لفكره لا احنا ممكن ندمج بين الاثنين. امتى تلعب الكوره الممتعه وامتى تدور على النتيجه. اعتقد لازارتي هيتفوق جدا 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 في ده. والايام هتثبت ان لازارتي مدرب واقعي جدا، يعرف امتى يلعب كوره دفاعيه وامتى يقدم للجمهور الشو اللي هو عايز يشوفه. لازارتي الشوط الثاني في سيمبا تعمد يقلل الضغط. لازارتي الماتش بتاع انبي كامل عشان يقلل الحمل جدا. وده يا كابتن حاجة مبهرة جدا، لأنه اختصر على نفسه ووفر على نفسه وقت كتير جدا كان ممكن يحتاجه عشان يعمل ده. جميل. واكتشف جميل المشكلة جميل بسرعة. جميل. فإن شاء الله ده يأتي ثماره يعني. لكن هو زي ما أنت بتقول يا محمد، يعني حلو قوي كلامك بصراحة، كلام مهم جدا وكلام زي ما قلت لك في عمق الفنيات. لاسارتي بيقدم بيحاول أو هيعمل زي ما أنت بتقول لحد تعبيرك، هيعمل الكرة الجميلة إمتى؟ هيعمل الكره اللي يبقى حريص فيها امتى؟ هيعمل الكره اللي هيكسب بيها امتى؟ طبعا طبعا. لكن مش شرط جمال الاداء الفني يؤدي الى حتميه. طب نروح لمثال. قولي تاكيس جونياس، ايه راي حضرتك فيه؟ مدرب وادي دجله. مدرب انا شايفه كويس قوي، بيقدم فكر ممتع. بس هل الفكر ده بيتناسب مع الفريق اللي هو بيلعب فيه او بيدربه؟ يعني بيجني ثماره اوقات، زي نفس السياق اللي بنتكلم فيه، بيجني ثماره اوقات واوقات ثانيه بيبقى يعني نتيجه اصراره على فكره بيخسر. زي ما انت بتتكلم كده، مش شرط الاداء الجميل يؤدي لنتائج ايجابيه. وادي دجله المركز قبل الاخير. يعني ممكن انت عايز معرض للهبوط. انت عايز تقول ان هو تكيس ممكن يقدم في ماتشات اداؤه، ممكن يتخلى عن اداؤه في ماتشات ثانيه عشان ده الذكاء. هو الاداء غايه ولا وسيله؟ لا، الاداء وسيله للفوز. بالظبط. لو تحول لغايه اصبح المدرب، انا بشوف المدرسه دي، بيحب نفسه على حساب الفرقه. بيحب فكره أوي. على حساب ان العناصر دي الملائم ليها ده. وده عدم المرونه اللي في الاخر مستحيل ينجح الفريق. الا لو انت بقى بيب جوارديولا. فبالتالي بيب جوارديولا اول موسم مع السيتي فكره عايز يطبقه، بس العناصر المتاحه ما اتاحتش ده. بعد كده عمل صفقات يقدر يطبق بيها فكره. ما تجيش تقول لي العناصر دي انا هلعب بيها كده وهصمم على ده والفريق يهبط. مستحيل تكون دي سياسه. ممكن اصمم شويه لغايه لما الاقي نفسي انا غلطان. طبعًا. خلاص بقى ارجع طبعًا بسرعه. طبعا لكن طبعًا ما اصممش للاخر. طبعا عشان كده هو تكيس طلع بتصريح قال النادي الاهلي ظهر اقل مننا في الملعب. بالعكس، النادي الاهلي ظهر اذكى منه بكتير جدا جدا جدا. ولازارتي تفوق فكريا على وخد اللي هو عايزه من المباراه باقل مجهود زي ما انت بتقول، لانه في دماغه حاجات حضرتك تحسها باقل مجهود. النادي الاهلي ان هو يريح اللعيبه ويعمل روتيشن من خلال اللعيبه اللي موجوده نفسها. طبعا محرج جدا. حلو قوي. طب حلو قوي ده اللي عمله مع عمرو السوليه امبارح، خروج مبكر بانذار عشان يريحه ويخلص انذاراته. انا مبسوط من لازارتي بقى في حته عمرو السوليه وكريم نبيل. احنا اخيرا وجدنا ضلتنا، ديفنسيف ميدفيلدر، ديفنسيف ميدفيلدر، سنتر ميدفيلدر. تمام. نيدفيد كبوكس تو بوكس، وفي احيانا كديفنسيف ميدفيلدر صريح بيريح كل اللي حواليه. عشان كده انا كنت حريص ان الاستاتس بتاع نيدفيد اكلم حضرتك فيها. نيدفيد امبارح اعلى لعيب في الفريقين استخلاصا للكره. 20 كوره كان هي جدا. وبعدين الكابتن كاتشينج ذا بول،
انا ورا الكره في كل حته في نص بالزبط الملعب بالظبط. القوه اللي احنا كنا بنتكلم عليها الورك ريت العالي بتاع نيفيد اللي كان هو ميزه فيه بس مش قادر يترجم يتوظف ازاي. لازارتي عمل ده التوظيف لازارتي عمل ده مع دقه التمريرات. بس افتكر يا محمد لازارتي شاف كل ده. يعني انا ممكن احكم على لازارتي كمدرب بيعرف يعمل روتيشن امتى في الملعب من خلال اللعيبه المتاحه او العناصر المتاحه فعلا ماشي اللي هو بيطلع لعيبه رايح اللعيبه بيهدي الريتم امتى بيسرع الريتم امتى بيعمل ضغط امتى في اجزاء معينه بضغط كلي في الملعب ضغط طولي ضغط عرضي ضغط في مناطق معينه زي ما انت بتقول. لكن ان هو يحط ايده على تمركزات اللعيبه طبعا ده يبقى كده ما شاء الله يبقى كده احنا مستنيين مدرب عالمي. عندنا حاجه مش عايزين نبالغ هو مدرب لا كويس لا مش ببالغ بس هو ده المفروض على فكره. احنا كان عندنا حاجه في الكره المصريه بنيجي نقول ايه المدرب هياخد شهرين عشان يحفظ اسماء اللعيبه ده عبال ما الدور الاول ينتهي كل لسه محفظ الاسماء. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده في الكوره. الراجل ده بيتفرج على الداتا بتاعت كل لعيب بيعرف اللعيب ده اتفرج على الماتشات. مفيش حاجه اسمها مدرب يبقى مش حافظ اسماء اللعيبه اللي هو معاه في الفريق. مفيش لعيب مدرب بيستكشف. انت بتختصر العلم خليك تختصر كل ده على نفسك. واكيد هو اتفرج على نيدفيد اكيد عارف يوظف نيدفيد فين عنده نقطه قوه كلنا شايفينها بس اتحط ازاي اتحط ازاي حط ان انا ابقى اكتر لعيب استخلصت الكوره ودقه التمريرات 94.12 التمريرات الاماميه اكتر انا من 4-2 ممكن اعرف اللعيب طبعا التمريرات الاماميه اكتر من التمريرات الخلفيه مراوغات ناجحه كل حاجه بيقدمها نيدفيد بشكل مبهر وبشكل رائع. وانا بقول نيدفيد احنا بنتكلم في حاجه نيدفيد مش رساله للجمهور بس احنا كلنا كنا متسرعين في الحكم على نيدفيد ولا المدرب ما ساعدش نيدفيد قبل كده. نيدفيد كمان رساله للعيبه. كريستيانو رونالدو اتعرض لصفرات استهجان يا جماعه في ماتش ملقا جمهور ريال مدريد صفر على كريستيانو رونالدو وهو من هو يعني 5 بالون دور. ف نيدفيد رساله للعيبه مستواك اللي هيجيبك. صلاح في بدايه السيزون لما كان وحش بدا يحصل عليه ضغط اتعرض لكميه ضغوطات تبطل اي لعيب. انا بقول لك كابتن اللعيب جوزيه كان بيقولها وحضرتك اتعاملت مع جوزيه التيشيرت لو تقيل على اللاعب مش هيجيبه حاجه مهما الجمهور سانده. لو انت بالعكس نيدفيد يا كابتن الفرق ما بين التصريح اللي طلع هاجم فيه الجمهور واتكلم على السوشيال ميديا وانا ما بلوموش هنا هو في وقت كان مضغوط ولسه الخبرات مختلفه مختلف تماما عن نيدفيد في نقطه التحول نهائي الترجي في تونس. نيدفيد نزل في الفتره الاخيره كلنا حسينا اللعيب ده بيلعب بقلب النادي الاهلي اللعيب ده بيلعب بروح النادي الاهلي. اقول لك انا عرفت كده من بعدها بالظبط انا عرفت كده كمان من قبل ماتش الترجي نيدفيد طلع قال انا مش هسيب الاهلي في الفتره دي مزبوط. مع ان احنا كنا بنقول له هو ده يا كابتن انت فاهم هو ده لا انت فاهم بوصلك هو ايه هو ده هي الصوره الناس دي الناس كانت بتقول له امشي يا كريم جمع ده جنب بعضه هتشوف صوره نيدفيد. ليه نيدفيد بقى كده الشخصيه دي في الملعب؟ نيدفيد هو اللي غير طريقه تفكيره نضج نضوج سريع جدا على فكره. هو اللي غير ولا هو ما كانش مستغل صح فنيا وكان محتاج خبرات. برضه نيدفيد لما بيلعب على الفلانكس دلوقتي كفول باك لا برضه مختلف عن ادائه لما كان على الطرف. نيدفيد حاسس ان المدرب عارف هو قيمته فين وعارف يخرجها ازاي. بدليل زي ما حاجه مهمه جدا جدا اللعيب لما بيشتغل مع مدرب يعني حضرتك لما جيت مع جوزيه جوزيه كان عارف هياخد ايه من حضرتك. اي لعيب كان جوزيه بيبقى عارف هياخد ايه منه عارف بالزبط. عيوبه عارف لما يسيب فلافيو في الملعب وهو مش موفق بس فلافيو ازاي ليه دور في فتح المساحات ازاي فلافيو ليه دور عليه يحطها جول بيتحرك مظبوط مش احسن لعيب على فكره كان فلافيو بيسدد كام جول لفلافيو سدده من بره البوكس بس انا عارف هياخد من ده ايه انا عارف ان ممكن اخلص دوري كله بالكورنر بتاع جيلبرتو لفلافيو بيقطع الكوره بيسبق المدافع هو عارف هياخد من كل لعيب تفاصيل دي يا كابتن كره القدم كره القدم تكمن في التفاصيل مش اي حاجه ثانيه والنجاح بيكمن في التفاصيل طبعا يعني انت لو مش عندك تفاصيل في شغلك مش هتنجح التركيز طبعا. في التفاصيل هو اللي بيؤدي النجاح بالظبط وده اللي بيعمله لاسارتي دلوقتي عشان كده انا متفائل بيه لو كمل اللي بيكمل ده بقى السبيريت بتاعته غريب الراجل في الحته دي الروح مع اللعيبه صور ومع محمد محمود وهو راجع من الصليبي شكله في الملعب اختصر كتير مش عايزين نبالغ ومش عايزين نيجي مع اول ماتش نضغط عليه بس في مؤشرات ايجابيه جدا نتكلم فيها يا كابتن لازم نتكلم في الايجابيات وفي الوقت ده لازم نتكلم في الايجابيات اكتر من اي وقت فات الوقت ده لازم نتكلم في الايجابيات ولازم لو شايفين حاجه كويسه ننورها اكتر لكن نيدفيد زي ما انت قلت ادى نموذج في كل حاجه ما شاء الله مظبوط تحدى حاجات كتير جدا تحدى نفسه شخصيا مظبوط وقال لا انا تيشيرت النادي الاهلي ده بتاعي فعلا متفصل عليا وانا عندي الروح بتاعت النادي الاهلي لو كل لعيب شايف عليه ضغط الجمهور خد نيدفيد مثال لي وعرف ان
انا اللي هغير رد فعل الجمهور، مش هستنى الجمهور يقول لي لا برافو وانا وحش. انا اللي هثبت نفسي. اكيد لازم في مدربين يساعدوا، واكيد في فرص هي اللي بتديك الفرصه انك تظهر بالشكل ده، بس انا يكون عندي الوازع ويكون عندي الدوافع دي. انت قلت حاجه جميله جدا كمان يا محمد، قلت المرونه التكتيكيه للسارتي، ممكن يلعب 4-3-3، ممكن يلعب 4-2-3-1، لكن انا قلت لك احنا ما طبقناش 4-2-3-1 خالص صح عندنا في الاهلي بمنتهى الصراحه، او مثلا هنقول ان هي فترات في اوقات مظبوط، بس كانت بتيجي كده في اوقات، كانت بتيجي كده. اللعيبه لعيبه الاهلي، انت لو لعبت الاهلي عشان انت تتكلم في الفنيات فانا بتكلم معاك في الفنيات برضو، لو لعبت النادي الاهلي اللعيبه النادي الاهلي نفسها اللي لعبتها انت باي طريقه هتكسب لو هم فايقين، لكن تخيل بقى انت بتلعبهم بطريقه انت عارفها وعارف اللي انت عايزه منها ايه وعارف الادوات بتاعتك هتساعدك فيها ازاي، تخيل الاهلي هيبقى عامل ازاي. كابتن في حوار حصل قبل كاس العالم 2006 كان مجموعه من الصحفيين بيغطوا كاس العالم وبيتناقشوا في فكره التشكيل الاستراتيجي ولا اللعيب. فجوناثان ويلسون واحد من افضل كتاب في كره القدم وهو ما لعبش كره قدم يعني، فكان بيتكلم عن فكره لا التشكيل مهم. فرد عليه صحفي قال له لا التشكيل الاستراتيجي كل دي حاجه ملهاش اي اهميه، اللعيبه هي بس اللي لازم تبقى مهمه، اللعيبه كويسه الفريق هيبقى كويس، اللعيبه وحشه الفريق هيبقى وحش. كل الاوقات اكيد. رد عليه قال له امثالك من الحمقى لا يحق له مشاهده كره القدم. بالظبط. احيانا حضرتك اكيد حسيتها في الملعب الفريق يبقى عالي جدا بس المدرب بيلعب بطريقه تاخد اللعيبه كلها لتحت. بالظبط. واحيانا المدرب بيطلع من اللعيبه والعناصر اللي عنده بطريقه التشكيل والاستراتيجي اللي بتلعب بيه افضل ما عنده. بالظبط. وده دور المدرب، ده اللي بكلمك فيه، ده دور المدرب. مدرب زي ما انت كده بتتكلم على لسارتي كده اللي احنا مستعملينه كتير قوي قوي ان شاء الله، ان هو يبقى مدرب كمان عارف هو بيعمل ايه مع لعيبه النادي الاهلي وشك نادي الاهلي ودعم النادي الاهلي الجماهيري اللي ملوش حدود وقيمه النادي الاهلي كمان، هتلاقي موضوع مختلف طبعًا. تماما طبعا. لكن مش كل حاجه ان انا اقول ايه يلا لعيبه النادي الاهلي والتيشيرت الاحمر وانزل اكس كابتن، مش هلاقيك. احنا جربنا النظريه دي وفشلت. مش اي مدرب ومش اي لعيب افضل مدرب مع افضل لاعبين، ولو لاعبين عندهم ضعف المدرب اللي يقدر يعالج ده. بالظبط. وفي لاعب يبقى انت جايبه كويس والمدرب مش بيوظفه. انت بتتفق معايا ان شخصيه المدرب اهم حاجه في النجاح؟ شخصيه المدرب 60% من النجاح 40% الفنيات. بس شخصيه اهم. لا انا قصدي المدرب طبعا، مدرب من غير شخصيه مش هيقدر يوصل. الشخصيه باكتر من كمان من 60%، لان جوزيه كان شخصيه ومدرب كان شخصيه اكتر بكتير قوي ومدرب. لا طبعا، بس شخصيته زي ما انت بتقول يا محمد، الشخصيه اللي انا اعرف اخد من محمد ايه جدا واعرف امتى ادوس عليه وامتى اهزر معاه. خلي بالك دي طبعًا. دي نجاح وامتى اقلب وشي. بالظبط. بقول لك مظبوط طبعا، دي لوحدها ليها عمق، مش اي حد فيه الكلام ده خالص طبعا. ممكن ابقى مدرب كوره عالي قوي لكن ما عنديش 10% من الكلام اللي احنا بنتكلم، هفشل هفشل فشل ذريع. على فكره جريدو مدرب كان ممتاز جدا، مع ان انا شخصية. كنت بهاجمه بس هو مدرب ممتاز جدا كوحدات تدريبيه بس الهيد كوتشنج زيرو. فلازم الشخصيه تكمل الفنيات اللي عند المدرب، والا مش هيقدر يلم اللعيبه حواليه، مش هيقدر يحقق نجاح. جميل. لو قلت لك لو حطيت ايدك على سلبيات الفتره اللي فاتت دي، سلبيات فنيه؟ لا سلبيات عموما، عموما سلبيات في الملعب، سلبيات لعيبه، سلبيات مراكز، سلبيات فنيه. عندنا مشكله اتمنى لازارتي يقدر يعالجها بسرعه. اعتقد مع رجوع ياسر ابراهيم هتتعالج نسبيا. نسبيا. لان رحيل كولوبالي فرق فيها جدا جدا، والراجل ده من اهم اسباب وصولنا لفاينل افريقيا، لان احنا كنا في وضع مش هيسمح كمان ان احنا نوصل لفاينل افريقيا، والراجل ده شالنا كتير جدا في البطوله دي تحديدا. عندنا مشكله في الكرات العاليه. مش بس الفاولات، لا الكرات العاليه المباشره. حسام حسن الشوط الاول في ماتش بيراميدز كان بيحاول يلعب كره على الارض ويتدرج بالكوره. طب استاذنك اقطعك ونرجع نتكلم في الفنيات تاني، معايا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ شريف اهلا بحضرتك يا فندم. بخير يا كابتن عبد الحميد، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم ومشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهوره في كل مكان. اهلا بيك ودايما منورنا ودايما بتشرفنا، ويا ريت حضرتك تقول لنا على قرارات مجلس اداره النادي الاهلي. هو الحقيقه الجلسه انتهت منذ قليل، والمجلس الحقيقه بكامل هيئته استقبل الاستاذ بنطاقي التجمع الخامس لتخطيط وجه العزاء
المدير العام بيفهمه في وفاة ابن عمه، ندعو الله أن نحمده كويس عن الفاتن وأن يسكنه مفاتيح جدا بقاء قدام لله. الحقيقة كان في مجموعة من القرارات المهمة كابتن عبد الحميد، أنا الحقيقة أولها هو قرار الإدارة أو موافقته بالإجماع على إطلاق اسم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، واحد من الرؤساء التاريخيين والأساطير في تاريخ النادي الأهلي صح التعبير، على قاعة مجلس إدارة النادي الأهلي في مدينة نصر. حضرتك تعلم إنه قاعة مجلس الإدارة في الجزيرة عليها اسم الكابتن صالح سليم العظيم الراحل، مجلس الإدارة وفي لفتة مذاعة أخرى الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته قرر إطلاق اسم الكابتن حسن حمدي تأكيدا وترسيخا لقيم ومبادئ النادي الأهلي وعرفانا بالوفاء والحجم العطاء الذي قدمه الكابتن حسن حمدي للنادي الأهلي طوال 22 سنة الحقيقة عاش فيهم بين جدران القلعة الحمراء، لاعبا في صفوف الناشئين، لاعبا في الفريق الأول، كابتن الفريق ومديرا للكرة، ثم عضو مجلس إدارة وأمين صندوق ونائب للرئيس، ثم رئيسا للنادي لفترة تزيد عن 13 سنة من 2002 ل 2014. حقق النادي الأهلي فيهم الحقيقة أعظم البطولات في تاريخه، 9 بطولات قارية في عهد الكابتن حسن حمدي. فالنهارده مره ثانيه الكابتن محمود الخطيب يضرب لينا المثل في كيفيه احترام القيادات السابقه ورموز النادي الاهلي وحكمائه اطلاق الكابتن حسن حمدي على قاعده النادي الاهلي في مدينه النصر. اكيد هناك مجموعه اخرى من القرارات تتعلق بالنشاط الرياضي زي الموافقه على معسكر لفريق كره القاهره سيدات في صربيا في الفتره من 11 مارس استعدادا لبطوله افريقيا للسيدات كما تعلم يحتضنها النادي الاهلي ان شاء الله مع بطوله افريقيا ايضا للرجال للطائره وهناك بطوله سله. هذا الزخم الافريقي بياتي في اطار توجه مجلس اداره النادي الاهلي مع الدوله المصريه والقيام بدوره في هذا الاطار. حضرتك تعلم مصر بتولي افريقيا اهتمام كبير، مصر تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي ورئيس المتحدة يتولى الاتحاد الافريقي في هذا الشهر. هناك اهتمام كبير بمصر الافريقيه والنادي الاهلي الحقيقه حريص على ترسيخ هذا المفهوم وهذا المبدا واحتضان القاره الافريقيه الصحه للشعب. اكيد الحقيقه ايضا هناك ما يتعلق بتعيينات جديده، مدير اداره المباريات النادي الاهلي هو اللواء هشام جنيد وايضا المدير للخدمات في مدينه نصر، الاسماء لا تحضرني جماعه لكن احنا تكلمنا للقناه الاسماء وان شاء الله تذاع خلال وقت قريب كابتن عبد الحميد. اكيد بالاضافه ايضا الى الموافقه على دعم السفاح احمد اكرم واقامه معسكر له في امريكا في اطار دور النادي الاهلي لاعداد البطل الاولمبي، وهذا دور كبير بيلعبه النادي الاهلي وحريص على القيام به من اجل اعداد يعني لاعبين في مختلف اللعبات سواء رغافة المنتخب من اللعبات الجماعية أو اللعبات الفردية أو ما يطلق عليها اللعبات الشهيرة، فدور مهم الحياة للنادي الأهلي بيحرص عليه دايما. من الأخبار السارة أيضا كابتن حميد أنه غدا بإذن الله سيتم افتتاح صالة الكاراتيه في النادي الأهلي بالجزيرة بعد أن انتهت الحياة من الإنشاءات، حاجة حضارية وتليق بلاعبي واعضاء النادي الاهلي. سوف يشرفنا في حضور الافتتاح مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ان شاء الله وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وايضا السيد الوزير خالد عبد العال محافظ القاهره، وده الحقيقه بتاتي في اطار مجموعه الافتتاحات اللي يعني مزمع القيام بها خلال المرحله المقبله. النادي الاهلي عنده الحقيقه مشروع انشاء طموح في مختلف فروعه سواء جزيره مدينه نصر الشيخ زايد، وبدات عمليات الافتتاح وان شاء الله الباكوره ستكون غدا، وقريبا في خلال شهر او شهر ونص سيتم افتتاح عدد من المشروعات الاخرى داخل الجزيره وداخل مدينه نصر، حاجه على اعلى مستوى سواء بوابات الاسوار، مجمع الحمامات السباحه الجديد في مدينه نصر، المنطقه الترفيهيه الجديده، ايضا هناك مسجد وشهر عقاري في الشيخ زايد ومبنى اجتماعي. فالحقيقه الباكوره ستبدا يعني هذا كان مجمل كده مجموعه من القرارات اللي صدرت النهارده عن جلسه مجلس الاداره كده. اكيد يا استاذ شريف، وزي ما حضرتك قلت اطلاق اسم حسن حمدي على قاعه مجلس اداره النادي الاهلي بمدينه نصر ده يعني الطبيعي بتاع النادي الاهلي يا استاذ شريف. طبعا انت عارف الحقيقه الكابتن محمود الخطيب
عنده مبدا فيما يتعلق بموضوع عيله الاهلي. والحقيقه كنت مره في مره من المرات في حديث معاه بنتكلم عن خطته مثلا كرئيس مجلس اداره، ف يعني الحقيقه اتعلمت منه درس مهم قوي في اليوم ده. بقول له لو هذه الخطه طبقت حضرتك هتحقق حاجه عظيمه للنادي الاهلي وهتكون واحد من انجح الرؤساء يعني. هو قال لي شيء مش حاجه اسمها انجح، احنا في حاجه اسمها ان احنا بنكمل بعض، احنا اولاد النادي الاهلي، والنادي الاهلي قادوا زملاء وكباتن عظام ورؤساء عظام، يعني احنا ماشيين على نهجهم وبنستكمل عملهم. فهو ده النادي الاهلي وده منهج الكابتن محمود الخطيب الحقيقه ومجلس اداره الكابتن. اكيد يا شريف بالتوفيق، وان شاء الله نكون معاكم بكره في افتتاح سلف الكارتين، ان شاء الله نذيع الافتتاح على الهواء مباشره الساعه 5 باذن الله، ودايما من تقدم لتقدم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما قال اهم قرارات المجلس اطلاق اسم حسن حمدي رئيس النادي الاهلي السابق العظيم على قاعه مجلس اداره النادي الاهلي بفرع مدينه نصر او بمدينه نصر، حاجه جميله جدا. ده طبيعي النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيدي امثله والناس اللي عايزه تتعلم، يعني الناس اللي عايزه تتعلم. مش عايز يعني اتكلم كتير، لكن دايما النادي الاهلي سباق، دايما النادي الاهلي بيعترف بكل حد اثر فيه وبكل حد قدم له كل حاجه جميله كانت ممكن تتقدم له. النادي الاهلي دايما كبير، النادي الاهلي بدي نماذج كبيره جدا في الاخلاص وفي العطاء وفي حب الاخرين. وحاجه واحده زي ما قال الاستاذ شريف فؤاد، عيله النادي الاهلي دايما حطها كابتن محمود الخطيب امام عينيه. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله، زي ما قال الاستاذ شريف فؤاد افتتاح صاله الكراتيب الجزيره هيكون فيها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الدكتور اشرف صبح وزير الرياضه. ان شاء الله قناه الاهلي هتغطيها تغطيه مباشره الساعه 5 باذن الله. كان معانا بقى قرارات يا محمد، انت شايف سعيد اجمل قرار معايا كمان، قرار خاص بالكابتن حسن حمدي اعظم اداري رياضي في تاريخ الكره المصريه بالارقام. اكيد اكيد ان شاء الله يكون الكابتن محمود الخطيب امتداد لكل كابتن محمود الخطيب رؤساء العظماء الاقرب الى قلب الجمهور. كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في السلبيات. يلا بالنسبة للسلبيات، فكرة الكرات العالية واضح جدا جدا. قلت لي كوليبالي، قلت لي كوليبالي أثر تأثير كبير جدا في وصولنا للمباراة النهائية في أفريقيا، وهي خسارة المضطر. أنت كنت حابب تعوض بلعيبة مختلفة في مراكز مختلفة، وإن كان كوليبالي كان له دور مهم جدا في أفريقيا، بنلاحظ الدور ده في الكرات العالية اللي جاية مباشرة لدفاعات النادي الأهلي فيها مشكلة. حسام حسن كان ذكي جدا الشوط الأول في التدرج بالكرة مع بيراميدز قصاد النادي الاهلي. كان القصه مقفوله، صعب جدا. النادي الاهلي كان منظم لحد ما اكتشف ثغره ان هو محتاج يلعب كره مباشره. السكند بول الاهلي كان سيء جدا، لانه كمان ما بيفص بالكره الاولى المباشره على الدفاع. المشكله دي بتتكرر في الفتره الاخيره. في وجود ياسر ابراهيم الوضع مختلف شويه. واعتقد ايمن اشرف مأدي مستوى جيد جدا 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 كقلب دفاع، ولكن هو عنده عيب ان المهاجم بيقدر يسبقه بخطوه. هو محتاج دايما القرار يبقى بدري شويه، ودايما يتخيل الكوره قبل ما يستنى ان هو يتحط في مواجهه مباشره فيها. دايما يبقى عنده خيال، المدافع خيال، فرانكو باريزي خيال، المدافع خيال. لازم يبقى في الاول هو عارف انا الكوره اتجاهها هيكون ازاي، متوقع بشكل في مع الخبرات يا محمد ممكن شويه. ما هي بقى دي على فكره ده السبب الرئيسي، ان ده مش مركزه اساسا. فبالتالي لو ايمن اشرف في التغطيه العكسيه بيكون مميز جدا لما بيلعب بالظبط، لانه حافظ مكانه وتربى فيه بعكس هنا. مع الخبرات ومع شغل المدرب بشكل مباشر على العيوب ونقاط الضعف. ناصر ماهر كان في سلبيه في الماتش الاخير. ناصر ماهر بيقدم ماتشات بمستوى كويس جدا وبيقدم ماتشات بشكل غريب. الفكره ان ناصر ماهر لاعب جيد جدا في المنطقة اللي ما بين سنتر ميدفيلدر والسنتر باكس، تمام، بتوين لاينز. لاعب مميز جدا، وبدأ لما يفوز بالسكند بول ولما بدأ يسدد على المرمى طول ما هو في المنطقة دي. الماتش اللي فات ناصر ماهر كان بعيد عنها، حتى الهيت ماب بتاعته بتدل ان تحركاته ما كانتش في المكان ده بشكل مباشر. كمان ناصر ماهر عنده ملحوظة غريبة جدا، الماتش اللي فات تمريراته الخلفية أكتر من التمريرات الأمامية. ناصر ماهر الماتش اللي فات عنده 29% للخلف و 23% تمريرات اماميه. مش طبيعي ان في مركزه تبقى الاحصائيه دي. تفتكر ايه السبب؟ بفكر في حل ما فيهوش ريسك.
بفكر ان انا ما اعملش الكره اللي فيها ريسك اللي ممكن تتقطع. ودي مطلوبه احيانا. مطلوبه احيانا بس مش ناصر ماهر ومش في المركز ده. مركز اللاعب رقم 10 ومركز الخيال في الملعب. يعني ده من اكتر المراكز اللي انت بتحتاج التمرير يكون فيها ريسك. ممكن يكون تعليمات محمد من لاسارتي مثلا. ما اعتقدش العب السهل قوي قوي ان انا اخد الثقه ان انا اعمل تمريرات خلفيه وبعد كده اخد حتى الكرة. التمركز مختلف. يعني اعتقد هو ناصر ماهر كان بعيد شويه في الماتش ده ولكن هو من اهم اللعيبه الفتره دي وهو احنا وكمان احنا معتمدين عليه في المركز ده وبيظهر بفترات لا مستوى عالي جدا. فالتباين الواضح ده لا محتاج مدرب يشتغل عليه. وهنا بقى تبدا اختبارات لاسارتي في الحته دي. تبدا اختبارات لاسارتي في حسين الشحات. الفرق ما بين الماتش بتاع سيمبا والماتش امبارح. حسين الشحات امبارح كمان برده ما كانش في افضل تمركز لان لاسارتي ارتكب خطا فكره جيرالدو حسين الشحات مكان واحد. احنا لو هنقول رمضان لو في حاله وجود مهاجم بديله اجاي فحسين الشحات بديله جيرالدو. امبارح الاثنين تواجدوا مع بعض بحكم الظروف. حسين الشحات بديله جيرالدو. بديله جيرالدو. مش هو بديل لجيرالدو طبعا. رغم ان جيرالدو افضل لعيب في المباراه امبارح بس انت بتدور على افريقيا وبتدور على هتجهز مين اكتر. مين اللي مكمل معاك في افريقيا؟ حسين الشحات. فانت جيرالدو عشان كده لاعب الاثنين. ما هو لاعب الاثنين حسين حافظ مكانه اساسا لكن ممكن انت بتقول ان هو اثر أكتر. اثر سلبيا شويه انتقاله تحركات حسين الشحات تحركات كمان حسين الشحات. حسين الشحات لاعب رائع في التحرك بدون كره في المساحه اللي ما بين الفول باك والسنتر باك. المساحه اللي في النص. مؤمن زكريا طبعا لاعب عبقري في الحته دي. الاختراق بدون كره والكره بتلعب له في التوقيت المناسب بيقدر يكون ايجابي جدا على المرمى. امبارح تحركات حسين الشحات في المنطقه دي كانت قليله جدا بالمقارنه بقبل كده. حسين الشحات كان بيفكر هو يا اما يراوغ يا اما يروح بشكل مباشر والكره في رجله. عشان كده هو اكتر لاعب في الفريقين فقدا للكرات. اكتر لاعب في الفريقين فقدا للكرات. مع ان لا الطبيعي طبيعي ان انا كلاعب بلعب برجل يمين ابقى عايز العب ناحيه الشمال. اكيد اكيد طبعا انت عارف ليه. مظبوط. على عدلتي والملعب واسع. لكن هو من كتر ما لعب باك رايت ولعب في نص ملعب ناحيه اليمين ولعب برده بره ناحيه الرايت حافظ الحته دي. هو ده الطبيعي فكره كاتنج انسايد. اللعيب الوينجر ازاي بيضم للعمق وبيلعب بشكل مباشر على المرمى. حسين الشحات في اخر فترات يا اما كان بيلعب بشكل واضح على الجناح اليمين او كان بيلعب تحت المهاجم. مهاجم وهمي. مش مهاجم وهمي في عدم وجود مهاجم لا شادو سترايكر. انا شادو سترايكر. فحسين الشحات مميز في دي جدا. ولكن الماتش اللي فات ما لعبش بالشكل ده واعتقد برضو لاسارتي الامور فرضت عليه ان حصل ارتباك شويه في توظيف اللاعبين لان هو ما اعتقدش هو هيكرر التجربه بالشكل ده في وجود جيرالدو مع حسين الشحات. كمان عندنا حاجه بقى ايجابيه مش سلبيه تانية. فكره ان النادي الاهلي الاستحواذ مع التدرج بالكره مش بيحاول يحافظ عليها طول الوقت بغض النظر عن الفريق اللي قدامه بيضغط بالشكل ده ولا لا. احيانا تلاقي الاهلي كتير جدا بيلعب لونج بول. احيانا الاهلي بيصمم يبني على الارض. الفكره مش مرتبطه بالخصم بيعمل ايه في الوقت ده انما لازارتي عايز ايه. ممكن تشوفها احيانا ان النادي الاهلي لا مش محافظ على شكل واحد كحاجه سلبيه. لا هي مش حاجه سلبيه ابدا هي مرونه تكتيكيه. ولكن لازم يبقى في اتقان للاثنين. النادي الاهلي لعب كرات عاليه كتير امبارح بس نسبه الكرات الصحيحه فيها قليله. فبالتالي انا لو هعمل ده تمام حاجه كويسه جدا بس لازم يكون بشكل فيه دقه اكبر من كده. لان في ماتشات هتعتمد على ان انت اللونج بولز ما ينفعش تفقده لان هتبدا فكره مجرد فقد الكره معناها بدايه هجمه للمنافس. بالظبط بالظبط. حتى لو من خلف حتى لو من عند الجون هي بدايه هجمه. اي هجمه بتبدا من هو الفكره عموما ان انت ما ينفعش تفقد الكره اساسا. ما ينفعش تفقد الكره تبدا تدور عليها تاني. وفي الظروف مش بسهوله. مش بسهوله يعني ما تفقدهاش بسهوله خصوصا مع الفرق الكبيره طبعا. لكن كان ممكن عنده ايه اقتراحات ايه امبارح ان هو يلعب حسين الشحات او يلعب مين في الحته. عشان كده بقول لحضرتك هو امبارح اتفرض عليه بشكل اكبر. اتفرض عليه بشكل اكبر. صلاح محسن فكره ان هو كان يبدا وجايه يبدا كجناح ما اعتقدش برده كانت هتبقى الفكره الامثل. لسه صلاح لسه محتاج شويه ومحتاج القرار. محتاج القرار يتظبط ومحتاج الاتقان الدقه. امبارح جات له الكوره اللي لعبها عليه. الكوره دي صلاح محسن لازم يعرف ان الكور زي دي بتحسم بطولات.
الدقة. وبعدين اللعيب الجمهور بيصبر عليه لما يبقى عنده رصيد في حاجات تشفع ان الكور اللي زي دي السهلة ممكن تتلعب كده. يعني صلاح محسن لازم يبقى مركز بشكل اكبر في كل كوره. بس برضو من غير ما يحط ضغوط على نفسه كتير قوي، ما يعني بعيد يا محمد، يعني ممكن التمس له العذر في الحته لا دي. لا اكيد طبعا. وكمان ممكن كمان طبعاً تفكر انت كمشاهد او كجمهور ان هو نزل شويه راح كام مره لجول، تحركاته ايجابيه جدا بالزبط. وده ميزه صلاح محسن التحرك، واجاي مستر التحرك وليد ازارو. عشان كده لازارتي معاه مجموعه من اللاعبين بتجيد ده، بتجيد التحرك. وعنده نموذج تاني مروان محسن المهاجم التارجت اللي تقدر تحضر عليه. فالتنوع ده موجود. والاهلي في صفقات يناير قدر يخلق نفسه التنوع الفني بشكل هيساعده جدا 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 خلال بقيه الموسم. عشان كده النادي الاهلي قدر بصفقات يناير يحط نفسه كمنافس قوي جدا على الدوري. محدش دلوقتي يقدر يقول غير كده. لازارتي ممكن يستغل كل العناصر دي ازاي؟ يستغل كل يعني العناصر. يعني انا دلوقتي وليد ازارو هيرجع لي، وصلاح محسن رجع لي، ومعايا جونيور اجاييه، ومعايا رمضان، ومعايا ده ومعايا ده. ازاي ممكن، هل ممكن يعمل لهم تدوير في المراكز؟ ممكن يعيد اكتشاف مراكز ثانيه جديده بحيث ان هو يلم كل اللعيبه دي في الملعب تبقى موجوده او شبه حتى موجوده كليا؟ انا في رايي اصعب حاجه للمدرب في كره القدم هي الروتيشن. اصعب حاجه. الفرق ما بين ان انت بتحافظ على تشكيل لدرجه ان اللعيبه كمان في ظروف زي اللي احنا بنلعب فيها والدوري والتحام المباريات هيبقى ده صعب جدا. الضغط ده بتاع المباريات مش هيسمح بانك تحافظ على تشكيل. بس الروتيشن اللي بيفقد الفريق انسجامه ده اسوأ من تثبيت التشكيل. اكيد اكيد. جوزيه كان عبقري في حته ان انا بثبت التشكيل حتى في تلاحم مواسم. كانت اللعيبه ما بتاخدش راحات ومصمم على تثبيت التشكيل. الانسجام، اللعيبه حافظه بعض، حافظه التحركات، التايمنج بتاع التمرير، كل حاجه في الملعب بقى اللعيبه عنده خيال ليها. وده مهم جدا. بعكس الروتيشن الكتير. انت مضطر تعمل روتيشن ومضطر تستغل اللعيبه دي، بس لما يبقى عندك لعيب بتحضره في نفس المركز تقدر تقربه لاكتر فكره ممكنه ان هو يؤدي نفس الوظائف ونفس الادوار بتاع اللعيب اللي بيلعب. بالزبط. الروتيشن لو حسسك بخلل في الملعب يبقى المدرب فشل فيه. بالزبط. دي مهمه لازارتي. يقدر يستغل العناصر خصوصا ان عنده تنوع كبير جدا. حسين الشحات بيلعب في كام مركز؟ باك يمين، جناح، تحت المهاجم. وهكذا. شايف ازارو ممكن يلعب على اليمين او على الشمال؟ لا مش شايفه كده. لا حتى لو سريع نستغل سرعته نفهمه. جوارديولا بيعمل كده في اللعيبه ازاي؟ استغلال سرعته. جوارديولا بيعمل كده في اللعيب اللي هو واثق انه في الحته دي هيديه حاجه مختلفه. طب واحنا ليه مش واثقين ممكن ازارو يدينا حاجه لو لعب على الاطراف؟ ازارو عنده السرعه وفتح المساحات وخلخله الدفاعات بشكل قوي جدا. مع ان الفينشنج بتاعه مش بنفس المهارات اللي عنده. عشان كده بتكلم. لو ازارو ما عندوش الدقه في انهاء الهجمه. اللعب على الاطراف مش محتاج بس سرعه، ومحتاج دقه في حاجات كتيره جدا. محتاج تايمينج. ازارو بيفتقد التايمينج في حاجات كتير جدا. ومع ذلك نتيجه ان هو لعيب بدنيا قوي جدا. بدنيا مميز جدا، بيقدر يحافظ على الجانب البدني بتاعه الاكبر وقت من فترات المباراه. ودي ميزه في ازارو مختلفه جدا. ما بيبداش ازارو الماتش بتمبو تيجي تلاقيه في اخر الماتش مش قادر يحافظ عليه. لا، ازارو من اكتر اللعيبه في الدوري المصري بدنيا جدا. جدا مدهش. ففكره لعبه على الاطراف لا، وعلى حساب مين انت في وقت عندك الاطراف؟ هي اقوى مكان في النادي الاهلي حاليا هو الاجنحه. اقوى مكان. بس انا عايز اقف معاك على حته ان انا ازارو التايمنج عنده والدقه في الاخر دي ما تخليناش نقول ان هو ممكن ما يلعبش على الاطراف، لان انت مطلوب منك على الاطراف ممكن يبقى مطلوب منك حاجه سهله بس، ان انت تسحب لي الفرقه، انت تعمل لي فرق سرعه ان انا احط كرايه وتعملها لي بس باص عرض الواحد، ودي انت اعتقد ان هي سهله طبعاً. غير بعد كده بتطلب انت منه كمدرب، بتطلب منه بقى مهام ثانيه، ان هو ممكن ادخل وممكن اعدي واحد ضد واحد، وممكن ابقى عندي بقى التايمنج امتى اعمل امتى اقف امتى ارجع ثاني. اجايي افضل، هو مش اسرع بس يقدر يلعب على الجناح بشكل افضل من ازارو. وبالتالي ازارو هيبقى عنده فرص اكبر بكتير جدا ان هو يلعب كمهاجم. طب صلاح محسن؟ صلاح محسن يقدر. يقدر صلاح محسن يقدر. لانه دريبلر بشكل مختلف. وكمان عنده التايمنج بتاع الباص كويس جدا. الكرة بتاعت ماتش منتخب مصر وتونس اللي عملها لمحمد صلاح على فكره الكرة دي صعبه جدا لان هي تحت ضغط. بالظبط. فصلاح محسن يقدر. لعيب كوره. صلاح محسن يقدر. بعكس ازارو في رايي. تمام. تعال نشوف مع الساده المشاهدين كده شكل حمام، شكل صاله الكارتيه بكره ان شاء الله قبل ما تتجدد. ورينا كده برجاوي صور كده لو سمحت نعرضها للساده المشاهدين.
ده كان الخيمه، كانت خيمه قبل ما يتم تجديد صاله الكاراتيه. دي الصور قدام حضراتكم اهي، احنا ماشيين معاكم يعني بالتسلسل كده، وان شاء الله بكره يكون الافتتاح باذن الله على القناه الساعه 5 باذن الله، يكون معاكم على الهواء مباشره. ده كان طبعا اعمال بقى التصليحات واعمال الردم واعمال، يعني هتشوفوا كل حاجة بكرة شكلها يبقى مختلف تماما تماما. دي كانت صور ما قبل الانتهاء، ما قبل انتهاء صالة الكاراتيه. بكرة ان شاء الله هتشوفوا بقى الجديد، حاجة تليق باسم النادي الاهلي، زي ما قال كابتن محمود خطيب ان هو بيحاول يعمل كل حاجة تليق باسم النادي الاهلي كاسم وبراند كبير جدا في عالم الرياضة العربية والأفريقية والعالمية أيضا كمان. النادي الأهلي وصل لكل حاجة طبعا طبعا، ومع ذلك يطلع حد يقول لك عايزين نلعب مؤجلات مش عارف. لا صح ولا صحيح. في حتة الإنشاءات دي أنا حابب أقول حاجة. اتفضل. جمهور النادي الأهلي ناخد بقى الجزء الآخر من الجمهور اللي بعيدا عن النادي نفسه كإنشاءات. جمهور النادي الأهلي مر بلحظة شك في الانتخابات الأخيرة ما بين فكرة الجمهور في حتة والأعضاء في حتة، ولا إحنا كلنا قريبين من بعض. كانت ملحمة وإن شاء الله بإذن الله هتؤتي ثمارها للطرفين. أكيد. سريعا. أكيد أكيد إن شاء الله. عايز تكلم في حاجة تاني؟ أنا حابب أوجه شكر أولا لحضرتك ولكل المسؤولين في القناة، وفي جمهور جنود مجهولين، هم مش مجهولين، هم معروفين لكل السوشيال ميديا، بيقف ورا النادي الأهلي في أي قضية. أكيد. وبدون أي مصالح غير مصلحة النادي الأهلي. أحب أوجه شكر بالأسماء، أستأذن حضرتك. لا طبعا. لقيشي وأحمد أسامة، محمد عدلي، كريم رزق الله، إسلام مهدي، شريف جمعة، شادي صبري، أحمد غمري، شادي نادر، أهل المبادئ، صالح سليم، ماجيكانو. بجد الناس دي أقل حاجة تستحقها الشكر على وقوفهم ضد أي حد بيقرب ناحية النادي الأهلي. يعني وبمبادئ النادي الاهلي واخلاقياته وبموروثاته، بعيدا عن اي حاجه القائم على النادي الاهلي لا يقبلها ابدا ابدا من تجاوز، لان الاهلي ليه لغه وليه فلسفه، هي الصوره بتاعته حتى في الخصومه لازم بيحافظ عليها دايما. وانا بحييهم معاك. نقولهم تاني بقى، نقولهم تاني، قيشو واحمد اسامه، محمد عدلي، كريم رزق الله، غمري، شادي صبري، اسلام مهدي، شريف جمعه، شادي نادر، ماجيكانو، الاهلي اليوم، صفحه كابيتانو، اهل المبادئ، واتمنى ما اكونش نسيت حد، حسن فكري اخويا وحبيبي، اتمنى ما اكونش نسيت حد، لان الناس دي فعلا بتعمل مجهود جبار عشان النادي الاهلي، حمى النادي الاهلي طبعا. واحب اوجه بس رساله للكابتن محمود الخطيب، الف سلام عليك، واحنا فرحانين ان حضرتك بخير ووسطنا، ونحب نقول لك حاجه، لو حسيت باي وجع اتسند على جمهور النادي الاهلي برضو بموروثات النادي الاهلي ومبادئه اللي احنا عمرنا ما هنحيد عنها. اكيد. متشكر لحضرتك جدا يا كابتن. نورت وشرفت. متشكر لحضرتك. وان شاء الله كده اشوفك مقتحم كل حاجه في عالم الرياضه. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر لحضرتك. ربنا يخليك يا محمد. نورت وشرفت وبشكر تاني كل اللي انت قلتهم، ودايما زي ما انت بتقول جماهير النادي الاهلي حماه، والكابتن محمود خطيب دايما بيقول ان فعلا الجماهير هم حمى النادي الاهلي، وهم فعلا اللي بتساند عليهم في اول حاجه تحصل، ويا رب يفضلوا حمى النادي الاهلي. ان شاء الله. ان شاء الله. اتشرفت بحضرتك جدا يا كابتن. شكرا جدا لحضراتكم، كانت فقرات ممتعه مع كابتن شطه ومع نجم محمد، ان شاء الله نستضيفه في لقاءات عديده باذن الله، ودايما نتكلم كده مع كل الاهلاويه اللي بيحبوا النادي الاهلي بجد، وتحيه خاصه مننا احنا في قناه الاهلي لكل اللي بيحب النادي الاهلي بجد، ولكل جماهير الاهلي اللي دايما على دماغنا من فوق. بعد الفاصل هيكونوا معاكم النجم عمر ربيع ياسين ومعاه ضيوفه الكرام. استنوا.